هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء ينطلق في هذه اللحظات الشوط الخامس عشر في مجموع اشواطنا لهذا اليوم انطلاقه موفقه نتمناها للجميع بهذه الانطلاقه مع هذا الشوط الذي يحمل هذا التنافس مع الابكار المحليات الاصايل انطلاقه موفقه نتمناها للجميع. نذهب بكم الى المركز الاول ونتابع اولى المنافسات اول التحديات والصدارة من اعلنت وجودها على المركز الاول ومقدمة هذا الشوط بهذا الانطلاق وهذا الحضور كما نشاهد هذه الانطلاقة على الصدارة. مبروك سعيد بن عبد الله بن سعيد المقبالي الذي ينطلق بالمركز الاول، بينما في المركز الثاني النعامة محمد بن صالح بن مجرن العامري على المركز الثاني، بينما هناك النقلة التالية إلى المركز الثالث لنجد الوصول بهذه الانطلاقة وهذا الحضور هنا من الحاكمة عبد الله بن سعيد بن مصدح النعيمي على المركز الثالث المركز الرابع. هناك القدوم على رابع المراكز في هذه اللحظات وهذا الانطلاق من تحية مانع بن محمد بن صالح الرزق على المركز الرابع. هناك نتابع المركز الخامس الانطلاق الحاضر بوجود معربة، معربة قادمة في هذه اللحظات. هناك معربة حمد بن سيف بن حميد الشامسي الذي يطلق هذا الاسم في هذه اللحظات. هناك نتحول الى انطلاقة وحضور هذه القادمة الندارة عبد الله بن راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي الذي يطلق شعاره على مستوى المركز الخامس، بينما في المركز السادس ننتقل ونتابع الوصول في هذه اللحظات من مرمرة حمد بن فهد بن عامر الكربي الذي يأتينا بهذا الشعار. كذلك الوصول في هذه اللحظات الانطلاق هنا الوصول من وجود الواعية سعيد بن حامد بن حم بن حبروت الذي يطلق لنا هذا الاسم، وكذلك الوصول هناك على الزاوية اليمنى من الميدان في هذه الانطلاقة وهذا الحضور القادم بكل قوة. هناك مياس ناصر بن خويت بن بخيت العامري الذي ياتينا بهذه الانطلاقة. هذه هي الاسماء الاولى، هذه هي الاسماء المتقدمة الاوائل المنطلقين بقوة، الشعارات القادمة الشعارات المتناثرة على ارضية هذا الميدان دائما تحمل لنا المنافسة القوية. عودة بكم الى مقدمة الشوط لنتابع المركز الاول، لنتابع مبروك هي في مقدمة الشوط في الصدارة الاولى سعيد بن عبد الله بن سعيد المقبالي الذي يطلق هذا الاسم على المركز الاول، بينما في المركز الثاني القادمة هناك القادمة تحية مانع بن محمد بن صالح الرزق ياتينا ثانيا. الثول تقدمت في هذه اللحظات القادمة هنا في هذه اللحظات معرب حمد بن سيف بن حميد الشامسي الذي يطلق شعاره على مستوى المركز الثالث، بينما في المركز الرابع الوصول في هذا الانطلاق القادم الندارة عبد الله بن راشد بن سعيد بالغافرية الفلاسي على المركز الرابع. المركز الخامس تقدمت عز سعيد بن ناصر ابو قبي المنصوري الذي ياتينا بانطلاقة عز، وهناك الوصول من الواعية سعيد بن حامد بن حم الحبروت الذي ياتينا بهذا الاداء، وتقدمت الفارعة سعيد بن عوض بن خويتم بن بخيت العامري، وكذلك ارصد القادمة في هذه الانطلاقة القادمة مرمرة حمد بن فهد بن عامر الكربي القادم بكل قوة في تحديات هذا الشوط، والوصول بانطلاقة بطاشة سعيد بن سيف بن عبد الله الشامسي. بانت الانطلاقة القوية، الشعارات بدأت بالتقدم إلى الأمام وهذا يشكل الخطر في المنافسة نحو منافسة قوية قائمة على أرضية ميدان الوثبة. الله
الله يا الصدارة، الله يا المركز الأول. الانطلاق هنا مع تحية مانع بن محمد بن صالح الرزق الذي ياتينا على الصدارة، ولكن عادت مبروكة، عادت مبروكة إلى المركز الأول، عادت إلى الانطلاق من جديد. سعيد بن عبد الله بن سعيد المقبالي الثاني، التقدم هنا من تحية مانع بن محمد بن صالح الرزق الثالث، هناك القادمة في هذه اللحظات المتقدمة مرمرة حمد بن فهد بن عامر الكربي، وهنا عز سعيد بن ناصر بن قبي المنصوري قادما هنا إلى المركز الثالث. بدينا في منطقة الأعلام هنا في اللحظات الأخيرة، وهناك سمحة محمد بن أحمد بن راشد المزروعي القادم في هذه اللحظات، والوصول أيضا بوجود هناك توزيع مبارك بن عامر بن حميد الوهيبي، ولكن المقدمة الصدارة هنا مع تحية مانع بن محمد بن صالح الرزق الذي يطير، بدأ بالإقلاع الأخير، بدأ بالطيران الأخير إلى المنصة الرئيسية لميدان الوثبة. سلام 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 لهذا الشحار ومالكه من انتزع المركز الأول. هذه هي تحية، تقدم لنا تحية الناموس مانع بن محمد بن صالح الرزق المركز الثاني، يذهب إلى انطلاقة هنا الثاني في هذه الانطلاقة مبروكة المملوكة لسعيد بن عبد الله بن سعيد المقبالي الثالث. هنا ثالثا يذهب إلى انطلاقة عز سعيد بن ناصر بن قبي المنصوري، بينما في المركز الرابع هناك يذهب إلى حضور وانطلاقة توزيع مبارك بن عامر بن حميد الوهيبي الخامس. هناك يذهب إلى المركز الخامس التماس عبد الله بن خليفة بن عنتر الغفلي، تهانينا والناموس إلى مالك تحية مانع بن محمد بن صالح الرزق، حيث خطبت هذا الشوط بكل جدارة واستحقاق لتنال هذا الشوط مع اللحظات الأخيرة. التوقيت الزمني الذي سجلته لنا بهذا الشوط هي تحية مانع بن محمد بن صالح الرزق، التوقيت 7 دقائق. هنا بالتوقيت الزمني المتسجل 7 دقائق 28 ثانية، 6 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس إلى مالك تحية مانع بن محمد بن صالح الرزق، بينما في المركز الثاني يذهب إلى مبروكة. التوقيت 7 دقائق 29 ثانية، 8 من الأجزاء من الثانية. توقيت مبروكة سعيد بن عبد الله بن سعيد المقبالي، بينما في المركز الثالث 7 دقائق 30 ثانية، 7 من الأجزاء من الثانية. كانت في المركز الثالث ألا وهي عز سعيد بن ناصر بو قبي المنصوري، تهانينا والناموس للجميع. بسم الله.